مصلحة على أمتها، على أمتها وعلى اللي حواليه وعلى الدايرة اللي قريب بيتها، إخواتها، أبوها وأمها، صاحباتها، بدار العمل والشغل، زوجها، أولادها، حماتها، أهل زوجها، كل ما تتعامل معاه مصلحة. يبقى صلاحك لنفسك أنا ما بستفدش بيه، لكن أنا كمسلمة عارفاكي مصلحة يفيدني. يا هالة خلي بالك من الأمر الفلاني، يا هالة خلي بالك من الحاجة الفلانية، يا هالة الحاجات دي في حد ذاتها هي اللي تخليكي تبقي منين ما يتقال. أين كنت؟ أنا أمل الله. جيتي في إيه؟ جيت والله في سنة وعدت لحد 2024، حضرت رمضان عملت إيه من الطاعات؟ والله كنت أنا بعمل أوامر الله على نور من الله، أبتغي بها ثواب الله عز وجل، أتقي الله، العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم والخوف من الجليل، أنا كنت بتقي الله عز وجل. الدليل عملتك، الدليل ده بيقول لك يعني من الصدقات كف أذاك، كف أذاك بس عن الناس، ابعد أذاك عن الناس من الصدقات، والله من البر والإحسان. فلما باجي أتكلم عن دور المرأة المسلمة الصالحة لنفسها بالطاعات، وإحنا في موسم طاعات، احنا في موسم حسنات،